هالممر العجيب. عجيب المكان صح؟ اي والله. الله يسلمك براتان الدوح. هو المحل الوحيد في فرنسا بيفتحون هني فرع في قطر. عرفت اللي في فرنسا عندهم فرع وحيد في فرنسا. زين تعرف شنو يعني برنتان؟ لا. يعني فصل الربيع ما تعرف فرنسي مدرسك انا ذاك اليوم. بس اعرف شو يبيعون. شو يبيعون؟ عندهم محلات انواع واشكال وبعد عندهم مطاعم. مطاعم فخمه ومحلات فخمه. عاد متى الافتتاح؟ شكله الحين؟ ايه بيكون في نص 10، الحين قاعدين يجهزون المكان فنص 10 بيفتحونه. خلاص يا جماعه الوعد في نص 10 نشوفكم في هالمكان.